الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وكما في عمليات التجميل التي يكون داعيها طلب التحسين وكمال الجمال فقط، لأن عمليات التجميل التي يكون داعيها الضرورة جائزة، والتي يكون داعيها الحاجة الملحة جائزة، وأما عمليات التجميل التي يكون داعيها كمال الجمال فقط وطلب كمال الحسن فإنها محرمة.